انحسار الفيضانات في النمسا العليا والسفلى يسمح بفتح الطرقات. تقرير أوروبي للحقوق الأساسية يرصد ازدياد الفقر والتمييز. مفوضية اللاجئين المهاجرون يواجهون فظائع لا يمكن تصورها. ارتفاع نسبة الطلاب الذين يلجؤون إلى الدروس الخصوصية بنسبة 49%. ظهور بعوض النمل الأسيوي الناقل للأمراض المعدية في فيينا. وشكوتين ضد مايكروسوفت في النمسا بتهمة عدم احترام الخصوصية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. بدأت مستويات المياه في الانحصار في مقاطعتي النمسا العليا والسفلى بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضانات واسعة الاثنين والثلاثاء. ووفقا للسلطات سيتم تفكيك أنظمة الحماية من الفيضانات المتنقلة في الأيام المقبلة، حيث انخفضت مستويات المياه بشكل ملحوظ في المقاطعتين بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم الثلاثاء، وعادت جميع الطرق الرئيسية في النمسا العليا إلى العمل، بينما لا تزال بعض الطرق الفرعية مغلقة بسبب التنظيف. وفي النمسا السفلى تم إغلاق بعض الطرق كإجراء احترازي، ولا تزال بعض المناطق مغمورة جزئيا بالمياه. حذر التقرير السنوي للوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية لعام 2024 من تزايد التهديدات للحقوق الأساسية في أوروبا. وأبرز التقرير عوامل مثل الفقر والعنصرية وتحديات الهجرة التي تؤثر سلبا على كرامة الأفراد وحرياتهم. وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أسعار الطاقة دفع خمس سكان الاتحاد الأوروبي إلى الفقر، كما أعرب عن قلقه إزاء تصاعد خطاب الكراهية والعنف ضد الجماعات الدينية والأقليات الإثنية وخاصة اليهود والمسلمين. وشدد التقرير على إصلاح قواعد الهجرة واللجوء مع ضرورة حماية حقوق الإنسان والالتزام بالتحقيق في جميع الادعاءات. دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توسيع جهود إنقاذ المهاجرين على طرق الهجرة المؤدية إلى أوروبا، حيث يواجهون فظائع لا يمكن تصورها. وحث المبعوث الخاص للمفوضية فينسنت كوشتيل على زيادة التعاون مع السلطات المحلية وتوفير تمويل إضافي من الدول المانحة. وأشار كوشتيل إلى الحاجة لتحسين الوصول إلى المسارات القانونية وتقديم خدمات حماية أفضل للضحايا، حيث ذكر التقرير المفوضية أن مئات الآلاف من الأشخاص يخاطرون بحياتهم سنويا للهجرة من دول جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والشرق الأوسط، حيث يعانون من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. أظهرت دراسة حديثة لغرفة عمال فيينا زيادة كبيرة في اللجوء إلى الدروس الخصوصية بين التلاميذ في النمسا، حيث تلقى 49% من التلاميذ دروسا خصوصية خلال العام الدراسي الحالي مقارنة ب 30% في العام الماضي. ويعزى الارتفاع إلى تزايد صعوبة المناهج والضغوط الأكاديمية. وارتفعت أيضا تكلفة الدروس الخصوصية إلى 750 يورو لكل تلميذ. ولاحظت الدراسة زيادة في شعبية الدروس الخصوصية المجانية التي تقدمها المدارس، حيث استفاد منها 20% من التلاميذ. ولذلك طلبت غرفة عمال فيينا بتوفير مدارس حكومية مجانية ليوم كامل وزيادة تمويل المدارس بناء على مؤشري الفرص. رصدت السلطات الصحية في فيينا ظهورا مبكرا لبعوض النمل الأسيوي الناقل للأمراض المعدية في مايو الماضي، وهو موعد استثنائي حيث تظهر عادة في وقت لاحق من الصيف. وتم رصد أول بعوضة في محطة حافلات وسط المدينة والمناطق الخضراء بجنوب شرق المدينة، ويعزى ذلك لارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة السفر الدولي. ويمكن لهذا النوع من البعوض نقل أمراض معدية مثل فيروس دينغو، رغم أن الخطر منخفض في فيينا لعدم وجود حيوانات مستضيفة محلية، وتعد مكافحة تجمعات المياه الراكدة الأكثر فعالية لمنع تكاثر البعوض. قدمت مجموعة ناشطة في حماية الخصوصية في النمسا شكوتين ضد شركة مايكروسوفت، متهمة المجموعة الأمريكية بعدم احترام التزاماتها في حماية بيانات طلاب المدارس ببرمجياتها التربوية الإلكترونية.
وقالت هيئة نيو ويب النمساوية إن المدارس ليست لديها سيطرة على أنظمة مايكروسوفت، حيث أطلقت نيو ويب إجراء مع هيئة حماية البيانات النمساوية نيابة عن طالبين، مطالبة بإجراء تحقيق وتحليل واقعي للبيانات، ودعت إلى فرض غرامة مالية على مايكروسوفت. ومن جهتها أكدت مايكروسوفت أن برمجياتها تتوافق مع تشريعات الخصوصية وأنها تحمي خصوصية المستخدمين الشباب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.